السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. وفد رفيع من صنعاء يغادر إلى السعودية، وإلى التفاصيل. غادر وفد رسمي من حكومة صنعاء مدار صنعاء الدولي إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وقالت مصادر إن وفد بعثة الحج اليمنية برئاسة رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي غادر إلى مطار جدة، مضيفة أن الوفد يضم عددا من المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء حسين مقبولي ونائب وزير الحج والإرشاد فؤاد ناجي ومدير مكتب رئيس حكومة صنعاء طه حسين وشخصيات سياسية وعسكرية وقبلية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.